في ايه يا ابني انت اهو؟ مش هسيب طارق لما اقتلها. تقتل مين يا صايع؟ صايع روح امال انت سيبك عليها ارجع اعرف هو على يلا يا اخويا يلا يلا حسام النهارده مش يوم مفيش بينا كلام مين عاوز؟ الاسم؟ قلبينك في الاسم. أنا من ساعة ما قعدت على مكتبك ومفيش بلاغ جالنا لأي حاجة. يعني عفريت أزرق اللي اتصل بيا يا فتحي؟ لا، تلاقي حد بس بيهزر معاك. ومين اللي هيهزر معايا في ساعة زي دي؟ ما هي دي بقى ساعة الهزار. يعني إيه؟ هو النهاردة يوم مين؟ يوم سهر. كان مزاجي عالي قوي. لغاية لما جالي التليفون النحس ده. خلاص تبقى بانت. مريم هي اللي اتصلت. طبعا هتعملي لي نايمة. قوم يا ست هانم. حسام ايه اللي رجعك يا حبيبي؟ انت مش قلت انك هتبات عند سهر؟ هو كمان يا مريم الهزار وصل للشغل. زمايلي يقولوا عليا ايه دلوقتي؟ خايف من زمايلك ولا خايف منها؟ خاف منها ليه؟ انت عارفه انا مش عاوز مشاكل، عاوز ابعدها عنك. خلاص يا حبيبي، وانا بعدتها عني الليله وعنك انت كمان، خليها بقى تبات لوحدها. ما اقدرش يا حبيبتي اسيبها تبات لوحدها مهما كان مراتي. يا سلام، يعني هي مراتك وانا مش مراتك؟ يعني ما يهونش عليك تسيبها لوحدها ويهون عليك تسيبني انا لوحدي؟ يعني ايه بقى؟ بتحبها اكتر مني؟ يا حبيبتي صدقيني الفكرة اللي في دماغك دي غلط. خلاص صلح لي الفكرة. الله الله الله، كنت عارفة ان التليفون ده اوانت عشان تيجي تبات في حضنها. احلف لك بايه، انا ماليش دخل بالموضوع ده. انت ايه اللي جابك هنا؟ واحد مش عايزك مش طايقك سابك وجالي انا. يا غلسة خلي عندك شوية كرامة. كرامة؟ ما كان نايم في حضن مراته وحبيبته وجيتش لتشطيه. اللي اختشوا ماتوا يا اختي. يا ناس بطلوا بقى اللي بتعملوه ده وخلينا نخلص من وجع القلب. يلا حبيبي قدامي يا بابا، بيتك بيتك يا حبيبي. عن اذنك يا مريم. عن اذنك يا مريم، خليك يا اخوي خليك، مش وراها زي الدلدول. اقلع 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 اقلع، سمم الاول بعدين نبقى نقلع. بقول لك ايه، ما تعفرطنيش، انا العفريت الزرق بتتنطط في وشي. اقلع. وايه البوت اللي انت لابسها دي؟ مزاجي بقى انام بالبوت. مفيش مزاج. يما القمر عالباب نور اناديله، يما ارد الباب ولا انا اديله، انا اديله اما يما. ايوه اما يما. ايوه أمه يا
يا فندم. يا فندم احنا بنحاول نتصل بيه في البيت محدش بيرد. خلاص يا فندم انا هروح له بنفسي. فتحي. ايوه فتحي. انت فين يا اخي؟ دوختنا. عمالين نتصل بيك من الصبح محدش بيرد. انا كنت بره اصلي. في ايه؟ الباشا مدير الامن قالب عليك الدنيا وعايزك دلوقتي حالا. دلوقتي دلوقتي؟ ايوه دلوقتي دلوقتي. يظهر في حاجات جديده حصلت. طب روح انت انا هحصلك. بس ما تتاخرش. سمعت كل حاجه ومفيش نزول الليله دي. يا قاتل يا مقتول. الباشا مدير الامن عاوزني. الباشا مش عايزك يا حبيبي. ده ملعوب من العقربه اللي اسمها مريم. يعني انت ما سمعتيش فتحي هو بيقول؟ كله هو انت متفقين مع بعض زي ملعوب التليفون. عايزه تبيتني بحسرتي الليله دي ده بعدها. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك لو نزلت من هنا مش هتنزل على رجلك، هتنزل على ظهرك. يلا يا بابا، يلا يا حبيبي مش فاضيين. يعني ايه رحت وبلغته؟ امال ما جاش معاك ليه يا حضره الضابط؟ يا فندم هو قال لي انه جاي ورايا في السكه. اصل يا فندم كان في وضع مش ظريف. معناها ايه كان في وضع مش ظريف؟ يا سعاده الباشا واحد وفي بيته وفي ساعه زي دي هيبقى بيعمل ايه يا باشا؟ وعلى العموم هو زمانه جاي في السكه. هو ساكن فين؟ ساكن في جليمه باشا وفي الابراهيميه. يعني ايه مش فاهم؟ حدد. ساكن في الاثنين يا باشا، عنده بيتين. ليه؟ هو غني للدرجه دي؟ لا يا باشا مش غني ولا حاجه. هو سعادتك عنده بيت ومراته الثانيه عندها بيت. ليه؟ متجوز اثنين؟ ايوه يا باشا، متجوز اثنين. والليله دي بقى ليله مراته الثانيه. ده ليلته سودة، وده هيشوف شغله ازاي ده. خد قوة معاك وروحوا هاتوه زي ما تلاقوه بسرعة. تاني يا فتحي. عايز ايه يا فتحي؟ ما قلت لك جاي. المرة دي بقى اخويا غصب عني جاية من فوق. مدير الامن عايزك زي ما انت كده. لا ما انا داير حال. لا مفيش لبس، خدوه. مش يعني ايه يا فتحي؟ هو كده. يعني ايه يا فتحي اللي بتقوله ده؟ عايزك كده. فتحي! يلا انا مش عايزك كده يا فتحي. هو عايزك كده. يا طاهر! تمام يا فندم. ايه ده؟ انت ازاي يا فندم تدخل عليا مكتبي بالمنظر ده؟ ما انا يا فندم قلت لهم البس حاجه، قالوا سيادتك امرت يجيبوني زي ما انا. لانك ضابط مستهتر ما بتحترمش الاوامر. انت مش رحت له يا فتحي؟ ايوه يا فندم رحت له، بس الظاهر ساعتها كانت عنده ظروف تمنعه انه يجي. ظروف؟ ظروف ايه اللي تمنعه عن شغله؟ كلنا عندنا ظروف، لكن الشغل شغل. انا اسف يا فندم. انا المره دي هكتفي بايقافك عن العمل وتحويلك للتحقيق. الجاي لي بالملايه قال. افتح الملايه دي. اهو ده اخر هزار النسوان والمسخره. اخرتها انا اتوقف شهر عن العمل. ايه عايزين تضيعوا مستقبلي؟ مش بعيد ابدا النشره اللي جايه، طلعوني معاش. طب وانا مالي؟ هي السبب. لا انت السبب. بس كاتب انت وهي، ومن هنا ورايح كل واحده تلزم حدودها. كفايه بقى، واذا كان مش عاجبكم اتفضلوا يلا عشان استريح. هتطلقوا انتوا الاثنين، سامعين؟